نشب صبيحة اليوم بمقر بلدية بولوغين حريق، وتعود أسباب الحريق لشرارة كهربائية بأحد الأعمدة الكهربائية لتنتقل إلى مقر البلدية. يذكر بأن الحريق لم يسبب خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية، هذا وقد أكد رئيس بلدية بولوغين توفيق لوكال أن مصالح البلدية تعمل على إصلاحه بالتنسيق مع مؤسسة سونا الغاز والعودة للعمل بصفة عادية خلال الساعات القادمة. المزيد في ميكروفون سيد أحمد هديب. الحمد لله اللي خرجت على سلامات، ونشكر موظفين تاع بلدية بولوغين وين لي زاجون سيكوريتي انترفيناو مع عوان النظافة، وين الحمد لله نقولوا لي زيكستانتور كانوا عندنا طفينا سي لا شومبر تكنيك تاع الكتريسيتي تاع البلديه. يعني بعد موظف وين كان هنا حاضر شاف كان ان كوت سيركوي في ضرب في البوط وفي لاريفي، وين دخل ديريكت الكوت ماس ضرب في الكونتور تاع البلديه. يعني الحمد لله راهي دوك الاعوان درنا التنظيف، وين الشركه تاع الكهرباء راهي جات، ورانا يعني بعد ساعات تعود الحاله الى ما كانت.